بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل أن نبدأ إخوتي الأعزاء، فضلا وليس أمرا، لا تنسوا دعمنا باللايك وشرفونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات لكي يصلكم كل ما هو جديد أول بأول إن شاء الله. بسم الله، لنبدأ على بركة الله. في هذا الفيديو أعزائنا المشاهدين، سنتكلم عن اللاعب الفرنكو الجزائري لامين غزالي، ولنبدأ بالسيرة الذاتية لهذا اللاعب. كما تشاهدون في الصورة، لامين غزالي من مواليد 6 جويلية 1999، يعني حاليا عمره 24 سنة. هو من مزدوجي الجنسية، طوله 1.75 متر، يعني متوسط القامة. حاليا ينشط في فريق دينامو بوخارست الروماني. هذا اللاعب يحسن اللعب بالرجل اليمنى وهو متعدد المناصب، كما يمكنه اللعب كجناح أيمن الذي هو منصبه الأساسي في فريقه حاليا، كما يمكنه أيضا اللعب كجناح أيسر وكرأس حرب. وبالنسبة لمشوار هذا اللاعب، فلامين غزالي من خريج سانتيتيان بفرنسا لفئة الأصغر، ثم أعير لنادي شاتورو للفئات الكبرى، وبعدها انتقل لنادي أسي ليون، وحاليا يلعب في نادي دينامو بوخارست الروماني. أما الآن سنتكلم بعض الشيء عن مميزات هذا اللاعب. أعزائنا المشاهدين، اللاعب من لمسته الأولى للكرة يبان هل هو مجرد لاعب عادي أم لاعب مهاري. بالنسبة للاعب لامين غزالي، صدقا بعد مشاهدتي له في مبارتين كاملتين العام الماضي، بالإضافة لمشاهدتي لبعض من فنياته وأهدافه في المواسم الفارطة، أرى أنه لاعب فنان ومهاري بكل صراحة. سيتان جوار تكنيك. كما يتمتع لامين غزالي بالسرعة على أرضية الميدان، يعني فريمون سيتان جوار رابيد. كما لاحظت أن هذا اللاعب عنده جرينتا، يعني يقدر يريزيستي دائما ما يدخل في الشوك ويربح الصراعات. أيضا لامين غزالي عنده فعالية كبيرة أمام المرمى. صحيح لامين غزالي هو متوسط القامة، لكن يسجل بالرأس وأهدافه الرأسية جميلة جدا. أخيرا وليس آخرا، لامين غزالي يحسن التمركز، يعني دائما ما التايمينج نتاعو يكون موفق. أخيرا، أمين غزالي عنده خاصية صانع ألعاب، يعرف يلعب زملائه على أرضية الميدان، بحيث تقريبا في كل مباراة عنده تمريرة مفتاحية أو أسيست. لامين غزالي في الموسم الماضي لعب أكثر من 20 مباراة، حيث ساهم بالعديد من الأهداف، وكان له دور كبير في صعود فريق هذا الموسم للدرجة الأولى الرومانية، خاصة وأنه سجل ثنائية وساهم في هدف ثالث في مباراة كانت فيصلية وكانت السبب في صعود فريقه للدرجة الأولى الرومانية. وفي نهاية الموسم أحدث اللاعب ضجة إعلامية في الجرائد الرومانية، ولفت أنظار العديد من الأندية على غرار الأندية البلجيكية الرومانية والفرنسية. صحيح إخوتي الأعزاء أن الدور الفرنسي، يعني سوري، الدور الروماني ليس بالدور الكبير، لكن من وجهة نظري يبقى أحسن من الدور القطري والدور الإفريقي. إن شاء الله هذا اللاعب يعني في المواسم القادمة يغير النادي ويذهب لبطولة أفضل. والآن أصدقائي، سأترككم مع بعض فنيات وأهداف هذا اللاعب في الموسم الكروي الأخير 2023-2024. مشاهدة ممتعة للجميع.